يعني عندنا خبر حلو نشكر ربنا بالنسبة للأقباط اللي كانوا محتجزين في ليبيا، نشكر ربنا الحمد لله فعلا تم الإفراج عنهم الأربعة اللي كانوا متهمين بتهمة التبشير. وإحنا معانا دلوقتي الأستاذة رجاء زوجة أحد اللي كانوا واحد من الأربعة اللي كانوا الحقيقة بيتحقق معاهم ومحبوسين على ذمة هذه القضية، ونعرف منها التطورات وهل الأمر كده انتهى ولا لا. أستاذة رجاء برحب بحضرتك وبنقول لك ألف مبروك خروج زوجك والآخرين. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي يا دكتورة منى. طيب نقول يعني قولي لنا الأمر، احنا جه علينا مفاجأة الحقيقة، مفاجأة الحمد لله، نقول وسط الحزن والحداد اللي احنا فيه يعني نقدر نقول الحمد لله سعدنا بهذا الخبر. هل كان في يعني مقدمات للأمر ده؟ لأن احنا طبعا كنا مشغولين في إطار أحداث الخصوص والكاتدرائية. حضرتك اول حاجه نحب اقدم بس تعزينا لكل اسر الشهداء الخصوص، لان دي حاجه بجد وجع قلبنا قوي وخلينا مش عارفين حتى نفرح بالخبر، بالاضافه طبعا لاخونا عزت اللي كان محتجز معاهم. يعني حاسين انه كان الفرحه بتاعتنا مكسوره، يعني ان في موت وحزن في وسط بيوت كتير مسيحيين. يعني احنا بنصلي انه ربنا يعزي كل الناس المتألمه واللي فقدت ناس غاليه عليها، لان احنا جربنا يعني ايه تفقد حد حتى لو دلوقتي، ده كان واجعنا قوي يعني. فاحنا دي حاجه النهارده بنقدم تعزيه لكل الشعب المسيحي في كل مكان عن اللي بيحصل. نشكركم مشاعركم الجميله يا استاذه رجاء، بشكرك جدا للكلام الجميل ده وان المشاعر الجميله ان حضرتك حاسه بكل اخواتك، مش بس مش مجرد انه كان قضيه زوجك والاخرين، لكن حاسه بكل القضايا اللي احنا بنعاني منها كلنا للاسف. حضرتك انا ده لان كل اخواتي كانوا شايليني، كل اخواتي كانوا واقفين معانا كاسر هنا، وكم الناس اللي كانت بتصلي لنا، كم الناس اللي كانت بتسال علينا. فما ينفعش هو الناس بتعمل معانا كده واحنا اول ما ناخد الحاجه بتاعتنا خلاص بايظه احنا ما عرفناش، لكن فعلا احنا شاعرين بكل اخواتنا. يعني هو فعلا تم الافراج عنهم، نشكر ربنا، وانا نفسي اشكر كل الناس اللي كانت واقفه ورانا وبتصلي لنا، والكنيسه وكل والبرنامج مع حضرتك وكل الناس اللي استنت واتصلت بينا. الوضع الموضوع الإفراج هل جاء نتيجة لأي مجهودات من الحكومة المصرية الليبية؟ الأمر جاء إزاي؟ مقدمات الأمر ده إلى أن تم الإفراج عنهم؟ ويهمنا برضو نعرف هل القضية كده اتقفلت ولا لسه في جذور ليها؟ هي استجابت صلاة بكل المقاييس، دي أول حاجة أنا مصدقة فيها، لكن طبعًا كان في مجهودات من كل الناس المسؤولين في الخارجية سواء كان هنا أو كان في مصر. هنا السفارة يعني قامت بدور رائع وهائل معانا، يعني إحنا كل يوم السفارة كانت بتتابع معانا كأننا عائلتهم. يعني كان أستاذ حاتم عبد القادر مستشار من السفارة، هو كان كل يوم يكلمنا كل واحد فينا، يعني مندوب عن السفير. والقنصلية هنا في بني غازي المستشار أشرف شيحة كان طول الوقت بيكلمنا. فعايزة أقول لحضرتك كل الناس كانت مهتمة، حتى الجانب الليبي كان متعاون جدا في إنه يتفهم الأمر وإنه يشوف القضية على حقيقتها. يعني فدي حاجة تمام. يعني فعلا طبعا احنا زي دايما بنقول، يعني أستاذة رجاء احنا دايما بنقول لما بيكون في مجهودات وبنشوف ثمارها يجب علينا ان احنا بنشكر، لكن بنعاتب دايما لما بيكون، لان ده المرجو من الخارجيه ومن السفاره المصريه في ليبيا ان هي تكون فعلا، لانه هي المفروض اللي يعني المعنيه بشؤون كل الاقباط كل المصريين اللي عايشين في ليبيا، فكان ده املنا عشان كده كان لينا اعتاب معاهم. لكن فعلا دلوقتي بنشكرهم، يعني زي الكلام اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي، طبعا انه واجب الشكر طالما انه بيكون في مجهودات تثمن وتقدر. بس حضرتك يعني انا يعني كل الناس اللي موجوده هنا حقيقي، حتى الناس اللي جايين جيراننا وقلبنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يعني احنا ما شفناش حاجه من حد وحشه هنا نقدر نقول ان الناس دي اذتنا في حاجه. حتى الناس اللي طلعت اتكلمت كلام سلبي وقالوا حاجات على لساننا، انا بكلمك كل الكلام ده دلوقتي مع حضرتك، ان في ناس طلعت وقالت وكتبت
كتبوا على مواقع النت انه تم اغتصابنا واغتصاب عائلاتنا واغتصاب اجوازنا. انا مش عارفه بيجيبوا حضرتك الكلام ده منين، لان الناس اللي جايين ناس محترمه جدا معانا. يعني احنا عايشين في وسطيهم، يعني لدرجه ان ليلة حد بيخبط على باب جانب جيراني طلعوا يتصلوا ان حد بيخبط علينا احنا. يعني انتوا كويسه انتوا وعيالكم؟ لا، احنا دايما زي ما بنقول لما بتكون في مشاعر جميله، لما بيكون في مجهودات جميله بنقدرها. خلينا نقول يعني نتيجه لهذه المجهودات الحمد لله تم الافراج عنهم، لكن هل يا ترى القضيه كده هتتقفل ولا لسه ليها جذور؟ لا حضرتك، القضيه انتهت خالص، لان هم يعني الافراج بناء على انهم ابرياء وانه ما فيش حاجه منسوقه ضدهم. مش حاجه، مش عفو عن حاجه معينه، لكن دي ناس بريئه. تمام. غير مذنبه في اي حاجه، لا في القانون الليبي ولا في الشعب الليبي، هي طالعه مش مدانه. طب ده شيء رائع، الحمد لله، بنشكر ربنا. وزي ما حضرتك قلتي انه ده يعني بفضل الصلوات اولا واخيرا، وانه كده يعتبر هم الموضوع انتهى تماما وطلعوا كده، يعتبر انتهت هذه القضيه، والاربعه شباب المصريين تم تبرئتهم تماما. ولا ننسى طبعا ان احنا نقول ربنا يعزي طبعا اسره عزت زي ما حضرتك ذكرتي، وزي ما بنقول كل انسان لينا ليه ميعاد ميلاده وميعاد وفاه ربنا كاتبه له، لكن بيسبب دايما بنقول فيه بتبقى اسباب، لكن في النهايه وجودنا في الحياه كله بخطه الهيه، معروف كل ميعاد واحد، ميعاد كل واحد فينا لانه يتوجد على هذه الارض وانه يطلع للسماء. فعشان كده بنقول لا نحزن قلبقين، ولكن لنا رجاء ان شهدائنا كلهم عند المسيح الان. استاذه رجاء، تحبي تقولي حاجه تاني؟ احب اشكر حضرتك واشكر اسره البرنامج كلهم، واشكر كل الناس اللي وقفت معانا والناس اللي كانت بتصلي لينا وشايلانا في الصلاه قدام عرش النعمه في كل يوم وفي كل وقت. احنا قلبنا بجد مقصور جدا لمحبه الناس دي، ونفسي كمان النهارده يعني كان نفسي فرحتنا تكمل ان يكون عزت معانا، بس عزانا انه عند يسوع. امين امين، ربنا يكون معاكم، وان شاء الله يا رب يكون في يعني العيشه في سلام ان شاء الله. طبعا متواجدين يعني مكملين في ليبيا باذن الله كده. ربنا يخليك، شكرا يا دكتوره. مكملين في ليبيا يا استاذه رجاء، يعني كلكم واغلبيه الناس اللي موجودين بشكل رسمي مكملين في ليبيا. ان شاء الله، يعني بس حضرتك في حاجات يعني مش ممكن ناخد قرارات فيها من غير اجوازنا. لا يعني، واعتقد انه كده نقول الحمد لله ظهرت الحقيقه وانه ما فيش اتهامات، ونتمنى ان ده ما ياثرش على اشغالك ولا اشغال اي حد، وربنا يكتب للكل الخير. بشكرك جدا استاذه رجاء، وربنا يكون معاكم، وربنا يبارك حياتكم جميعا الاربع اسر، ويبارك كل حياه المصريين الموجودين كمان في ليبيا، ويبعد عنهم الامور اللي احنا شايفينها اللي احنا بنتذكرها مع بعض دي، ان شاء الله ما تحصلش تاني، وقادر ربنا على كل شيء. ده يمكن طبعا بنقول خبر كده، يعني نقول الشمعة مضاءة او اضيئت في وسط كل الاحداث اللي احنا فيها، وربنا يكون معاهم.